مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء مستمعونا الافاضل، لازلنا متواصلين مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الحاضرة هنا في هذا الصباح في هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، يحفظه الله ويرعاه، الداعم لهذا المهرجان، الداعم لهذا التراث العربي الأصيل. ينطلق شوطنا الثالث والمخصص للقعدان المحليات الأصايل للسنة، اللقاية لمسافة 4 كيلومترات هي الرحلة الحاضرة والمندفعة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات، فنتمنى التوفيق دائما والناموس لجميع المشاركين. نتابع البداية، سمهوي من ينطلق بالمركز الأول، محمد بن حارب بن عجيد الاكتبي الذي يأتي بصدارة هذا التحدي، بينما ثاني الأسماء القادم والحاضر هنا شاهين لسلطان بن سعيد بن مبارك الجزيعي الاكتبي يأتي مع ثاني المراكز، وثالثا من الجانب الآخر تدخل في هذه اللحظات لينطلق ويكون حاضرا في هذه الاندفاعة، رحال يا رحال علي بن محمد بن سعيد بن سلومه الخاطري صاحب أول أشواط هذا الصباح يأتي هنا باسم آخر ليكون حاضرا بانطلاقة القعدان المحليات. أما رابع الأسماء تدخل من الجانب الآخر، هناك الدرع قادم ناصر بن عبيد السلطان بن فاضل الاكتبي وصل في هذه الانطلاقة مع رابع المراكز وخامس التحديات، هنا القادم في هذه اللحظات شاهين مبارك بن عويضة بن سهيل الخيلي يأتي مع خامس المراكز وسادسا، شوف اللي واصل في هذه اللحظات، هنا مخزون قادم لعلي بن عامر بن حمد الجحافي وصل مع سادس المراكز، وسابع الأسماء القادم والحاضر شاهين علي محمد بن علي بن راشد بن سلام الاكتبي وصل مع سابع المراكز، وثامنا تدخل في هذه اللحظات مشغل لأحمد بن عبيد المبارك الاكتبي حضر في هذه الانطلاقة مع ثامن المراكز، وتاسعا القادم عزام عمر بن سهيب بن محمد بالحطم العامري وصل هنا شعار بالحطم مع تاسع المراكز، وعاشرا القادم والحاضر هناك هملول محمد بن خميس بالصوبة الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي متابعون الأعزاء مستمعون الأفاضل لرحلة هذه الأسماء ورحلة هذه الشعارات الباحثة والمنطلقة من أجل الناموس والانتصار. لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المركز الأول، ونشوف التغييرات التي طرت وجرت على المقدمة. هنا الجحافي الجحافي الذي يأتي مع مخزون علي بن عامر بن حمد الجحافي يقدم شعاره، يقدم أداء هنا في هذه الانطلاقة المميزة. بدأت الأمتار تتقلص يا ملاك ويا مضمرين، بدأنا بالاتجاه المستقيم إلى المقصورة الرئيسية إلى الكيلومتر الأخير، هناك والأمتار القادمة. ثاني الأسماء قدوم شاهين محمد بن علي بن راشد بن سلام الاكتبي يأتي مع ثاني المراكز، وثالثا شوف اللي وصل هنا شاهين مبارك بن عويضة بن سهيل الخيلي حضر في هذه الانطلاقة مع ثالث المراكز، ورابعا وصل عاشق سلالة المختبر هنا مع مشغل أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، ووصل بالحطم أيضا ليقدم هنا عزام عمر بن سهيل بن محمد بالحطم العامري، تدخل مع خامس المراكز وسادسا من الجانب الآخر القادم والحاضر هنا رحال علي بن محمد بن سعيد بن سلومه الخاطري واصل مع سادس المراكز، وسابعا هناك الدرع قادم ولا شعار محمد الحارب بن عجيد الاكتبي قادم في هذه الانطلاقة هنا بهذه التحديات. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، أعود إلى الصدارة، أعود إلى الانطلاق، دخلنا الغلاف الجوي ونقترب من هذا الكيلو الأصعب والأخطر في عالم سباقات الهجل، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة، حرك اللي بتحرك، روح يلي
يليت بالناموس يليت بالانتصار. لا زالت الصدارة هنا مع الجحافي الذي يقدم مخزون بهذا الأداء الجميل بهذه الانطلاقة الموفقة. لا زال مع الصدارة. تحركت الأسماء، بدأت الأوامر، بدأت الأوامر. مخزون يا مخزون مع الصدارة، والقادم شاهين والواصل أيضا هنا عزام في هذه اللحظات مع شعار بالحطم، ولكن شاهين بدأ يتسلل من الجانب الآخر مع محمد العلي بن راشد بن سلام الاكتبي. بدأ يغادر. يلا يا بن سلام، يلا يا بن سلام، ولكن الجحافي يعود من جديد إلى صلب المنافسة، إلى الأداء الجميل. ولكن هنا شاهين من يقود الصدارة، محمد بن علي بن راشد بن سلام الاكتبي غادر بالانتصار، غادر بالناموس. عزام قادم والخاطر واصل، وهنا الجحافي، ولكن شاهين هو المسيطر، شاهين هو المنطلق بهذا الانتصار بهذا الناموس. شاهين يا شاهين، سلام سلام سلام، تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن علي بن راشد بن سلام الاكتبي. المركز الثاني كان وصول عزام عمر بن سهيل بن محمد بن الحطم العامري، والمركز الثالث كان وصول متابعونا لعزام مخزون علي بن عامر بن حمد الجحافي، ورابعا كان وصول رحال علي بن محمد بن سعيد الخاطري، وخامسا كان وصول مع هذه الانطلاقات والتحديات شاهين مبارك بن عويضة بن سهيل الخيلي. هكذا هي النتيجة متابعونا لعزاء، والأمتار الأخيرة هي الفيصل النهائي. شاهين من ظفر بهذا الناموس المستحق ليهدي إلى مالكه محمد بن علي بن راشد بن سلام على اكتبي، من انتصر بهذا التحدي وانتصر بهذا الأداء الجميل ليظفر بهذا الناموس. وننتظر التوقيت الزمني عبر شاشة قناة الوسطى من الذيد الناقلة لهذه الأحداث، وهنا الإعادة لساعة وصول شاهين، وأتى بهذا التوقيت. هنا متابعونا الأعزاء كما تشاهدون أمامكم 6 دقائق 5 ثواني 18 جزءا من الثانية، والتوقيت الذي تسجل تحت أقدام شاهين محمد بن علي بن راشد بن سلام الاكتبي. وسلام بن سلام، سلام تهانينا والناموس.